طيب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة التي نبدأها كالعادة بالعناوين. موقع أخباري يتحدث عن معلمة في أبين بنت فصلا دراسيا لتعليم أطفال القرية الكتابة والحساب. موقع بلقيس يرصد حياة طفلة تعمل في الشارع منذ السادسة صباحا وحتى المغيب. صحيفة عربية: سحب شهادة الماجستير من رئيس عربي. أهلا بكم. وصف موقع عدن الغد إحدى المعلمات في محافظة أبين بأنها المعلمة العظيمة، فماذا فعلت حتى يقال عنها ذلك؟ نطالع تقرير بعنوان المعلمة العظيمة قصة نجاح. في ريف مديرية مودية وعلى بعد 20 كيلومتر جنوب شرق مدينة مودية توجد تلك المعلمة التي تحدت الصعاب منذ أكثر من عامين، ومن الصخور بنت فصلا دراسيا جمعت فيه أطفال القرية وأنقذتهم من قيود الأمية والجهل. وفي ذلك الفصل تقوم بتعليمهم أساسيات القراءة والكتابة والحساب، وتعلمهم قصار السور من القرآن الكريم. يقول كاتب المادة وهو وكيل محافظة أبين عبد العزيز الحمزة: زرتها في الفصل الدراسي الذي بنته من الأحجار السوداء لتجعل منه موقعا لإشعاع نور العلم. زرتها وهي تعلم الأطفال وتحمل طفلها المريض على جنبها، لم يمنعها مرض ابنها من الحضور لتعليم الأطفال. يفيد أيضا لا توجد رقابة عليها لتجبرها على الحضور، ولا نقابة تحرضها على الإضراب، ولا تتحجج بانقطاع الراتب لتنقطع عن التعليم، فهي ليست موظفة أصلا. وأنا أزور هذه المعلمة وفصلها العظيم، يقول الوكيل، احتقرت العبث الذي نعيشه والآلية التي تدار بها هذه البلد المنهك بالحروب والقتال والأزمات. ويتابع الحمزة: أتمنى على ساكنين في كوكب الفنادق وهم محسوبون على هذا الوطن كحكام أن ينظروا إلى هذه الصورة بطمع وعناية، لعلها تجد منفذا لإنسانيتكم. خلاصة القول: فكروا كيمنيين. تحت هذا العنوان كتب محمد صلاح في موقع بلقيس مضيفا: منذ 2000 عام والبلد يكرر المأساة ولم يستفد من تجاربه، ولم يتعظ الشعب من المحن التي نزلت به. شعب استهلك حيويته في الصراعات، وللأسف فإن القوى الانتهازية ظلت المستفيدة من تضحياته. لقد ظلت أنظمة العبث وما زالت من أجل البقاء في السلطة داخل اليمن واستمرارها في السيطرة على الحكم باتباع استراتيجية إنهاك الشعب من خلال ضرب الثقة فيما بين قواه الحية وزرع الشك والارتياب بين صفوفها، والتحالف مع طرف ضد طرف آخر، ثم فك التحالف لصالح بناء تحالف جديد لضرب مكونات التحالف السابق، وهكذا دواليك. ولذلك فإن غالبية إن لم تكن كل التحالفات التي تنسجها القوى الطامحة أو الموجودة على السلطة في بلادنا منذ عقود عديدة بل قرون متطاولة، هي تحالفات ثأرية وانتقامية استهلكت حيوية المجتمع واستنزفت إمكانيات البلد، ولم تكن تحالفات في سبيل البناء والتعمير، حتى أصبحت هذه الاستراتيجية هي السمة الحاكمة لطبيعة السلطة في اليمن. وللأسف فقد ظل المجتمع ينزلق إلى متاهة هذه التحالفات بلا حذر، ومن أجل أن تحقق أطراف عديدة في الداخل مبتغاها في الحصول على السلطة، فقد استغلت الكلمة عبر الشعراء والخطباء ومسجلاتهم في السابق لتجييش المجتمع وتضليله وتنميط كل طرف للطرف الآخر في قوالب جامدة وصور سلبية ثابتة، وفق ما يخدم نزعاتهم السلطوية الطامعة في الحكم، وعدت لتستثمر اليوم في أصوات كثيرة وفي عدد لا يحصى من المنابر الإعلامية يفوق تأثيرها وانتشارها ما كان عليه في السابق، غير مدركة عواقب ذلك وأخطاره على السلم المجتمعي مستقبلاً وصعوبة إطفاء حرائق الانقسامات أو حصرها في مكان لا تتجاوزه. إن الصراعات السياسية المستمرة في البلد حول السلطة والثروة
لعصور مديدة وحقب طويلة في اليمن وما رافق ذلك من تعبئة للمجتمع من أجل الحروب قادت إلى ضرب الثقة بين القوى اليمنية. تقول الطفلة ندى في حديث مع موقع بلقيس إنها تستيقظ مبكرا كل يوم وتذهب إلى السوق لتبيع البيض المسلوق لمساعدة والدها الذي يعيل 5 أبناء في توفير نفقات البيت وإيجار الشقة. وقد تحدثت الطفلة ضمن التقرير بعنوان ندى وهاني قصة كفاح لمواصلة التعليم في زمن الحرب. في سوق قحزة بمدينة إبا الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي بين زحمة المارة تقف الطفلة ندى 9 سنوات تنادي الناس بين الحين والآخر للشراء منها. يختلط صوتها بصوت أخيها هاني. تقول ندى النازحة مع أسرتها من أن والدها يعمل بالأجر اليومي وهي البنت من تعز. والدها يعمل بالأجر اليومي في محل بيع البلاط بمبلغ زهيد لا يفي بنفقات البيت ما اضطرها إلى الخروج إلى الشارع لتوفير متطلبات الأسرة وإيجار الشقة. ويفيد الموقع استطاعت ندى إعالة نفسها وأسرتها من عملها البسيط. وتابعت ندى وهي طالبة في الصف الثالث الابتدائي القول إنها تعمل كل صباح إلى ما قبل الظهر ثم تذهب إلى المدرسة ظهرا حيث تدرس في الفترة المسائية. أما هاني يحيى 11 عاما فيعمل في بيع الخيار وقصب السكر لمساعدة أسرته على نفقات البيت وإيجار السكن رغم أنه طالب في الفترة المسائية. يجر عربتيه كل صباح متنقلا في شارع العدين بين الأزقة والحارات لبيع ما بحوزته ويقف على ناصية الشارع رغم حرارة شمس الظهيرة. يمضي وقته في منادات المارة طالبا منهم أن يشتروا منه. نقلت مجلة فورم بوليسي الأمريكية عن مصادر دبلوماسية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لتصنيف جماعة الحوثي تنظيما إرهابيا. وأوضحت المجلة أن هذه الخطوة من شأنها تقويض جهود السلام التي تتوسط فيها الأمم المتحدة بين الجماعة الحوثية والحكومة اليمنية. وأضافت أن قرار التصنيف الوشيك سيمنح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انتصارا آخر في استراتيجيته المناهضة لإيران تزامنا مع زيارته لإسرائيل والسعودية والإمارات هذا الأسبوع. في المقابل أشارت المجلة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية وخبراء في وزارة الخارجية يعارضون هذه الخطوة فيما يقوم تحالف من الجمعيات الخيرية الدولية بإعداد بيان مشترك يستبق التصنيف ويتوقع آثارا شبيهة للجماعة في الصومال بعد أن صنفت الولايات المتحدة حركة الشباب جماعة إرهابية عام 2008. ولفتت المجلة إلى أن نية تصنيف جماعة الحوثي تنظيما إرهابيا هو جزء من مسعى أوسع للبيت الأبيض وبومبيو يهدف إلى زيادة الضغط على إيران وحلفائها بالشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة لإدارة ترامب. وهو تطور من المرجح أن يعقد جهود جو بايدن في إعادة فتح المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي. عن ضربة ترامب الوداعية تحت هذا العنوان كتب عيسى شعيبي مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد مضيفا فيما كانت عمليات العد والفرز جارية على قدم وساق في ولاية أمريكية متأرجحة وكان دونالد ترامب ماضيا في إدارة معركة قضائية يائسة لتعديل نتائج الانتخابات الرئاسية شبه المحسومة ضد. فتحت نيويورك تايمز في تقرير لها بابا واسعا أمام سيل من التوقعات والافتراضات حول ما يدور في رأس الذئب الجريح القابع في البيت الأبيض وخطوات قد يقدم عليها في ربع الساعة الأخير من زمن ولايته اليتيمة. وذلك حين نقلت الصحيفة الأمريكية الأولى عن شخصيات كبيرة في وزارة الدفاع البنتاغون قولهم إن لديهم مخاوف إذا نية ترامب القيام بعملية دراماتيكية أخيرة ضد إيران أو فنزويلا عدا عن انسحاب سريع من أفغانستان والعراق. كانت إقالة وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر المعروف برفضه بعض قرارات ترامب المثيرة للجدل مثل استخدام الجيش ضد المتظاهرين بمثابة حجر الزاوية الذي استند إليه التقرير المذكور. كما أتت بعض الاستقالات والإقالات اللاحقة لمسؤولين كبار في البنتاغون وتعيين بدلاء ليست لهم كفاءة عسكرية يعتد بها ولا يعرفون قول لا لسيدهم لتضيف مدماكا آخر في بنية الرواية الصحفية وتكسبها مزيدا من الصدقية.
الأمر الذي أشعل الهواجس لدى المراقبين وأثار فضولهم حيال ما ينوي الرئيس الغاضب القيام به قبل أن يتعامدا عقرب الساعة ظهر يوم 20 يناير كانون 2 المقبل. وقبل أن يضيع تقرير الصحيفة الأشهر المكروهة بشدة من ترامب في زحمة الأخبار المتسارعة عن مجريات المعركة الانتخابية المديدة، دخل على الخط رهط من كبار المسؤولين السابقين في الإدارة الجمهورية، أولهم الجنرال ماكماستر أحد مستشاري الأمن القومي 4 الذين ملهم ترامب بسرعة وعزلهم بفظاظة، عندما قال الرجل الغائب عن الأضواء إن هناك احتمالاً أن تهاجم إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية قبل مغادرة الرئيس الأمريكي الخاسر مكتبه خلال الأسابيع 10 المتبقية له في المكتب البيضاوي. إلى مقال في صحيفة الجاردين كتبه سايمون ديستال بعنوان فوضى الانتخابات الأمريكية نعمة لأعداء الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. يتساءل الكاتب في مقالته مستنكرا صدق أو لا تصدق أن العالم لم يتوقف عن الدوران على محوره بسبب الانتخابات الأمريكية وما أعقبها من نزاعات ذاتية في أرض الحرية للجميع. ففي عصر دونالد ترامب تنتشر النرجسية مثل الطاعون، ويضيف كلما طال الجدل في واشنطن زاد الضرر الجانبي الذي يلحق بسمعة أمريكا العالمية والدول والشعوب الأقل حظا التي تعتمد على الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين لرفع راية الديمقراطية والحرية. ويمضي الكاتب لنأخذ على سبيل المثال تداعيات عملية الجيش الإسرائيلي يوم الانتخابات الأمريكية لهدم منازل 74 فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال في قرية بالضفة الغربية، فقد زادت وتيرة عملية الهدم في الضفة الغربية هذا العام. وقال الكاتب إن الأثر وصل إلى الصين، حيث أعلنت بكين للتو أنها لن تتسامح مع الأفكار الديمقراطية والمجتمعات المفتوحة وحرية التعبير. وإلى صحيفة الفاينانشال تايم وتقرير عن الموضوع ذاته حيث عنونت ترامب يرفض التنازل عن الانتخابات الأمريكية بعد الاعتراف بفوز بايدن. لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض التنازل عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية حتى بعد أن غرد على تويتر بأن جو بايدن قد فاز في السابق على السباق على البيت الأبيض، وهو أول اعتراف علني بهزيمته منذ أسبوعين تقريبا على التصويت. ويوضح الكاتب أن العادة جرت بعد الانتخابات الأمريكية أن يدعو المرشح الخاسر للبيت الأبيض المرشح الفائز لإطلاق انتقال سلمي للسلطة، لكن ترامب الذي خسر الانتخابات ما يزال يطعن في عملية التصويت، كما أنه لم يسمح لإدارته باتخاذ الخطوات البيروقراطية المتضمنة تمهيد الطريق أمام إدارة بايدن. جو بولتون مستشار الأمن القومي السابق لترامب قال إن ترامب خسر في انتخابات حرة ونزيهة، ولا أتوقع منه أن يذهب بهدوء، لكن ترامب رد عليه ووصفه بأنه شخص بليد وأنه كان واحد من أغبى الأشخاص في الحكومة الذين كانوا من دواعي سروري العمل معهم كما يقول ترامب. إلى صحيفة التايم حيث يوجد مقال كتبه محرر شؤون آسيا ريتشارد لويد باري بعنوان الصين قد تقود العالم يوما ما لكنها لن تكون محبوبة أبدا. ويرى الكاتب أن الرئيس الصيني شي جين يونغ لديه كل ما يحلم به أي زعيم لقوة عظمى ناشئة، فلا يزال اقتصاده في طريقه لتجاوز اقتصاد أمريكا كأكبر اقتصاد في العالم، وتستحوذ قواته المسلحة على غواصات وصواريخ عالية التقنية وحاملات طائرات، وتتحول دولته من قوة محلية إلى قوة إقليمية ثم قوة دولية. ويحظى الرئيس شي بالاحترام إلا أنه يخشى منه في نواح كثيرة. يعتقد الكاتب أن شيئا واحدا ينقصه لا يتمتع بالحب، وكذلك بلده الصين لا تحظى بالثقة وغير محبوبة أو مكروهة من قبل الكثير من الناس. عن مخاوف الفيلسوف فوكياما التي رافقته أثناء الانتخابات الأمريكية، كتب برينت كرين مقاله المشهور في مجلة 1843 وجاء في جزء من المقال.
أدى انتخاب دونالد ترامب في العام 2016 إلى إضعاف ثقة فوكوياما في المشروع الأمريكي. يقول: اعتقدت نوعاً ما أن الناخبين الأمريكيين يمكن أن يرتكبوا أخطاء على المدى القصير، لكنهم لن يرتكبوا خطأً كبيراً أبداً. وقد فعلوا، وقد أصابه استسلام الحزب الجمهوري شبه الكامل بالتوتر. إذ كان ذلك ممكناً، فإنه سيكون ممكناً في الكثير من الأماكن الأخرى أيضاً، وعلى الرغم من أن فوكوياما يعترف بالركود الديمقراطي الذي يجد العالم نفسه فيه الآن، فإنه ما يزال متفائلاً بحذر بأن هذا مجرد مطب لتخفيف السرعة ويحافظ على الثقة بالنفس على الرغم من التخويف المستمر الذي يمارسه عليه المتصيدون عبر الإنترنت. هناك تيار مستمر من الناس الذين يسخرون من فكرة نهاية التاريخ والذين لا يعرفون حقاً ما تعنيه. تدور الكثير من أعمال فوكوياما الفكرية الأخيرة حول بناء الدولة والانحلال السياسي الذي حدث إن لم يكن مراجعة للدعاء الشهير فتوضيحاً له من نوع ما. لم تكن لديه في الحقيقة نظرية عن كيف يمكن أن نعود إلى الوراء. يعترف في استديو نجارته محاطاً بألواح الخشب نصف المقصوصة والأزاميل والمناشير اليدوية. من الواضح أننا كنا نتراجع إلى الخلف في الطريق إلى نهاية التاريخ. يبدو أننا ربما نعاني من بعض الشقوق. في أيام رئاسته منحوه شهادة الماجستير، وحين أصبح في قفص الاتهام تراجعوا عن ذلك وفقا لصحيفة القدس العربي. جامعة سودانية تسحب شهادة الماجستير من البشير، حيث قرر مجلس جامعة الجزيرة سحب شهادة الماجستير الممنوحة من معهد إسلام المعرفة للرئيس المعزول عمر البشير وحل المعهد. جاء ذلك في اجتماع ل مجلس الجامعة بولاية الجزيرة بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية. وفي نوفمبر تشرين الثاني 2017 حصل البشير على شهادة الماجستير في علم الاجتماع بعد إكماله المنهج الدراسي في معهد إسلام المعرفة. وأفادت الوكالة الرسمية بأن الجامعة قررت حل معهد إسلام المعرفة وتحويل ممتلكاته لإدارة الجامعة، ورفعت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واستيراد الأموال المنهوبة توصية لوزارة التعليم العالي بسحب درجة الماجستير من البشير. وفي العاشر من ديسمبر الماضي أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان قرار بتشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال. وفي 30 من يونيو حزيران عام 1989 نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة حينها صادق المهدي وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عرف بثورة الإنقاذ الوطني، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلد. تعد ميزة الاحتفاظ بنسخة احتياطية والمزامنة خدمة التخزين تحفظ الصور والفيديوهات تلقائيا في حسابك على جوجل. يبدو أن هذه الميزة قد لا تبقى متوفرة بشكل مجاني، وخاصة للتخزين غير المحدود بحسب موقع دي دبليو. يسعى عملاق التكنولوجيا جوجل للاستفادة بشكل أكبر من تخزين الصور من على جهاز الهاتف المتنقل وإتاحة عرضها من على أي جهاز آخر. وعبر سنوات وفرت جوجل مزايا الذاكرة السحابية للصور ومقاطع الفيديو من خلال عمل نسخة احتياطية في حسابك على جوجل، كما وفرت من خلالها عملية البحث السريع من خلال تعرف الحساب على الوجوه وإمكانية البحث من خلال تفعيل ميزة تصنيف الوجوه أو الأماكن. غير أن الشركة أعلنت مؤخرا عن تخطيطها لإلغاء عملية التخزين ومقاطع الفيديو غير المحدودة المجانية وربطها بسعات تخزينية محدودة فقط. واعتبارا من الأول من يونيو 2021 ستكون السعات المحدودة لحسابات جوجل المجانية مقيدة ب 15 جيجا بايت، وذلك لكل حساب، كما أنه لن يتم السماح بنقل الصور ذات الدقة العالية أو أحجام الفيديو الكبيرة بشكل تلقائي. وتسعى جوجل إلى الاستمرار في خدمة تخزين الصور وعرضها بشكل غير محدود، ولكن جراء مقابل مادي، وستعلن عنه لاحقا، بيد أن إدارة جوجل أعلنت أن أثمان الاشتراكات لن تكون باهظة الثمن بل زهيدة وفي متناول الجميع.
تمكن القنصل العام البريطاني في مدينة تشونغ تشينغ الصينية ستيفن إلسون من إنقاذ فتاة في 24 من العمر بعد أن سقطت في نهر. كان إلسون في زيارة للبلدة عندما سمع صيحات من حشد من الأشخاص تجمعوا قرب النهر لمشاهدة فتاة سقطت في النهر ليقفز إلسون في المياه وإنقاذها. لقي مقطع الإنقاذ مشاهدات من نحو 170 مليون شخص وأكثر من 12 ألف تعليق على موقع التدوينات القصير ويبو الصيني، وأشاد بعض من قاموا بالتعليق بإلسون واعتبروه بطلا. نشاهد هذا المقطع الذي نشره موقع أرتي. الأحداث والكوارث ممكن أن تعبر عنها صورة، هذا ما سنلاحظه عند متابعتكم لصورة اليوم في جولتنا المصورة والمأخوذة من صحيفة الغارديان البريطانية. نتابع. العديد من رسومات الكاريكاتير كما نشرتها مواقع والصحف اليوم نتابعها أيضا. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.